اهلا وسهلا بيكم مشاهدي قناه الصحه والجمال، وحلقه جديده من برنامج استاذ في الطب. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف، ان شاء الله تكون سنه سعيده على الجميع باذن الله. الحقيقه النهارده احنا هنتكلم عن السمنه، عن مرض السمنه. هو بقى منتشر جدا الفتره الاخيره نتيجه لعاداتنا السيئه ونتيجه لقله شرب الميه وقله الحركه وقله ممارسه الرياضه. فان شاء الله باذن الله النهارده هيكون معانا الدكتور شريف حتحوت، استاذ جراحات المناظير والسمنه المفرطه بكليه طب القصر العيني، وعضو الجمعيه الامريكيه لجراحات السمنه والسكر والجمعيه الاوروبيه لجراحات المناظير. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. حضرتك منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. دلوقتي يا دكتور انا عايزه اعرف الاول يعني ايه سمنه؟ يعني ايه سمنه مفرطه؟ كويس قوي. السمنه المفرطه دي مرض. اولا لازم الناس تعرف ان موضوع السمنه المفرطه طبقا لتعريف منظمه الصحه العالميه بيسموه تيزا كرونيك ديزيز، يعني مرض مزمن. تمام. ودلوقتي بيتكلموا عليه على انه ايبيديميك، بيسموه وباء السمنه المفرطه، لانه طبقا للاحصائيات العالميه اكثر من ثلث سكان العالم بيعانوا من السمنه المفرطه. تمام. وعلشان نعرف يعني ايه سمنه مفرطه، ففي معادله بسيطه كده هم برضو منظمه الصحه العالميه حطتها. تمام. حاجه اسمها معدل كتله الجسم او البادي ماس اندكس. تمام. اللي احنا بنقسم الوزن على مربع الطول بالمتر. وطبعا الناس كلها دايما تسال السؤال يعني ايه مربع الطول بالمتر، عشان تعرف وهي في البيت تشوف. تمام. يعني لو انت طولك 170 سنتي مثلا، يعني متر و7 من 10، يعني 1.7. تمام. مربع الطول بالمتر بنقسم 1.7 من 10 في نفسه، يعني 1.7 من 10 في 1.7 من 10 على الكالكوليتر كده. تمام. طلع 3 مثلا. يبقى ده اسمه ايه؟ مربع طول بالمتر. اقسم بقى وزنك على الرقم ده، افرض وزنك 90 مثلا. تمام. وقسمته على 3 طلع 30. ده اسمه معدل كتله الجسم. الجسم. تمام. المفروض لما اقسم الوزن على مربع طول بالمتر الايديال او الوزن المثالي لغايه 25، يعني يطلع حصل القسمه ده 25. يبقى انا كده وزني مثالي مفيش زياده خالص. مفيش زياده. تمام. لو قسمتي وزنك على مربع طول بالمتر. تمام. طلع رقم لحد 25، يعني 18 19 20، يبقى انت وزنك سليم. لو طلع حصل القسمه ده في رقم ما بين 25 و30، يعني قسمت الوزن على مربع طول بالمتر 26 27 28 لغايه 30، ده بيسموه انت اوفر ويت، انت زيادة عندك في الوزن. زيادة في الوزن. تمام. ولكن لسه ما دخلتش في مرحلة السمنة المفرطة. تمام. المرحلة دي بتاعت زيادة الوزن دي بتاعت انك تعمل بقى، تحاول بأقصى مجهود تعمل رياضة، تعمل دايت، تعمل ريجيم، عشان ما تخشش وتتطور الى ايه؟ مرحلة السمنة المفرطة. تمام. لو معدل كتلة الجسم اللي هو الوزن على مربع طول بالمتر طلع 30 فما فوق، انت كده دخلت في موضوع الايه؟ السمنه المفرطه بدرجاته. تمام. في بيقسموها بقى الدرجه الاولى من لو من 30 ل 35. تمام. من 35 ل 40 ده الدرجه الثانيه، فوق ال 40 ده الدرجه الثالثه. يبقى ثاني عشان الناس كل واحد يجيب في البيت كالكوليتر ويعمل حسبه بسيطه. تمام. يشوف طوله كام بالمتر ويضربه في نفسه، ده يبقى المقام. البسط هيبقى الوزن، يقسم الوزن على مربع طول بالمتر. لو طلع حصل القسم لحد 25 يبقى انت وزن تمام، وزنك هايل. طلع لغايه 30 يبقى انت زايد في الوزن. فوق ال 30 تخلي بقى انت مكانه بقى بتخش في ايه؟ مريض سمنه مفرطه. ايوه حفظنا كده واحده واحده عشان ايه؟ ما انا عارف دايما المعادله دي بتبقى صعبه، لكن هي سهله ما فيهاش حاجه. طب افرض ان انا عندي زياده في الوزن. كويس. وما عنديش مثلا استعداد ان انا اعمل نظام غذائي، او ما عندي مناسبه مش عايزه اقعد اعمل نظام غذائي طويل ياخد مني وقت. وجيت لحضرتك حابه ان انا اعمل عمليه، ممكن؟ لا بشوفي، علشان هي العمليه برضو اللي حط قواعدها حاجه اسمها يعني جراحات السمنه مش متسابه كده، ده في قواعد عالميه. أيوة. في حاجه اسمها الجمعيه الامريكيه لجراحات السمنه والسكر، دي اكبر مرجعيه علميه، هي اللي بتحط الجايد لاينز مين اللي انا اعمل له عمليه. تمام. زي ما قلت من 25 ل 30 لو انت ما وصلتش معدل كتله الجسم لغايه 30، عندك شويه زياده في الوزن، انت هنا لازم احسن يعني حاجه. يعني دي حاجات محدده مش متسابه كده لكل واحد. دي جايد لاينز بسموها، اللي حتى هو حتى لو بناء عن طلب المريض يعني. لا ما ينفعش حتى ولو بناء على طلب المريض. لو طبعا لو طب دي حاجه تطمن برضه. طبعا تمام. لو معدل كتله جسمك زايد عن 25 لحد 30، انت هنا بنقول لك لا، روح اعمل دايت، روح اعمل العب رياضه، حاول تنزل وزنك. لو زاد فوق ال 30 ده انت ممكن تعمل ايه؟ تمام. عمليه. تمام. يبقى انا كده عرفت مين اللي هيعمل العمليه. دي كده حضرتك جاوبت على السؤال اللي انا كنت محضراه. مين اللي هيعمل العمليه؟ مين اللي هيعمل العمليه؟ تمام. طب هو كده المريض خد قرار وعرف ان هو لازم يعمل عمليه. لا. هل العمليه دي هتبقى امنه؟
يعني كويس. ولا فيها خطوره ولا عليه؟ في ناس كتير عشان في كلام كتير يقول لك جراحات السمنه مش عارف تعمل مشاكل وغيره. برضو الامور اصل احنا هنا مشكله في مصر ان الناس ما بتقراش العالم كله بيقول ايه. فدي برضو مش متسابه. في قواعد في الجراحه لما نقول عمليه امنه ولا غير امنه بناء على ايه؟ فهم بيقولوا القواعد الاتي: نمره واحد بيشوفوا نسبه المضاعفات بتاعه العمليه دي، يبقى اول حاجه نسبه المضاعفات. تمام. ايوه. تاني حاجه، هل المضاعفات دي لو حصلت سهل التعامل معاها ولا لو حصلت المريض يموت؟ لو المضاعفه حصلت كانت بتحصل والمريض لازم يموت، يبقى دي اسمها جراحه غير امنه ومحدش يعملها. محدش يعملها طبعا، ما حدش يعملها حتى. صحيح. لو صحيح. ما حدش يعملها. صحيح. او لو نسبه المضاعفات دي عاليه قوي، يعني من كل 100 عيان مثلا 30 يحصل لهم مضاعفات، لا دي تبقى جراحه غير ايه؟ غير امنه. تمام. جراحات السمنه طبقا للاحصائيات العالميه هي جراحات امنه. ليه؟ اولا نسبه المضاعفات من 1 ل 2%، ودي نسبه حاجه نسبه بسيطه جدا. نمره 2، المضاعفات لو حصلت فسهل التعامل معاها، بس في ايد الخبير الدكتور المتخصص في جراحات السمنه. اكيد ما اروحش لاي حد، مش اي جراح اسمه جراح، دي اسمه تخصص. تمام. جراحات السمنه. تمام. فلو طبقنا المعيارين دول على جراحات السمنه تبقى هي ايه؟ جراحه امنه. تمام. ما انت مثلا ممكن حضرتك بتروحي تولدي قيصريه، ما هو في نسبه انك لا قدر يجي نزيف او الرحم ينفجر او ده وارد. قدر الله. صحيح. بس هل القيصريه امنه ولا مش امنه؟ لا امنه طبعا، لو في ايد دكتور امين طبعا، او دكتور لأنه متخصص، لانه نسبه المضاعفات اللي فيها قليله قوي. تمام. ولا قدر الله لو حصلت الجراح بتاع النساء هيقدر يتدخل ويعالج المرض، وكذلك جراحات السمنة. فهي جراحات امنه، ده مش كلام انا على فكره، ده كلام منظمه الصحه العالميه. تمام. والجمعيه الامريكيه لجراحات السمنه والسكر، وحتى الجمعيه الباطنيه للسكر بتوع البطن حتى في اخر مؤتمر ليهم بره اشادوا بجراحات السمنه خصوصا في علاج مرض السكر. فهي بالقطع هي امنه. يعني قصدي حضرتك ان مضاعفاتها ممكن السيطره عليها. ممكن السيطره عليها، وفي نفس الوقت نسبتها مش عاليه، ضعيفه، 1 ل 2%، ده مش مضاعفه. طب تمام. مع حضرتك اتصال. ايوه. الو، السلام عليكم. اهلا. عليكم السلام. اهلا يا رنا. الله يسلم حضرتك. الف سلامه عليك. الدكتور معاكي، اتفضلي سؤالك. لو سمحت، انا وزني 92 وطولي 160، بس جسمي ملام في البطن والابدان. حركة بشتغل ساعات، اخف وزني واعمل مع نفسي رجيم وساعات ما اعملش. احس بنفسي نزلت، بس على طول بقى كل يوم دي نفسي، كل يوم دي نفسي. على طول ايه؟ على طول ايه؟ معلش حضرتك الصوت تاني. يعني كل يوم اودي لنفسي، وهم ان انا خفت بقى مع نفسي كده. مش قادره. كل يوم بتوزن نفسها. مش قادره. ليه بقى؟ هي هنا عندها زياده في الوزن حوالي 30 كيلو. لما الوزن بيزيد فوق نسبه معينه وبيخش في مراحل السمنه المفرطه، يعني هي تعتبر عندها سمنه مفرطه، والعلاج الصحيح ليها هي اجراء عمليه تكميم المعده. زي ما هنتكلم جراحه من جراحات السمنه هي التكميم تحديدا، يعني حضرتك اللي بتحدد. لانها ما عندهاش سكر، ما عندهاش. ليه لما الواحد وزنه بيزيد قوي يعمل رجيم بيلاقي نفسه بيرجع تاني في الوزن؟ بيحصل انت عارفه الجسم تحت كنترول هرمونين، هرمون الجوع اسمه هرمون الغرولين. أيوة. وهرمون الشبع اللي هو اسمه هرمون ليبتين هرمون. هرمون الجوع ده لما يطلع بيطلع منين؟ من المعده، من قبه المعده. يقول للمخ انا جعان فياكل. أيوة. هرمون الشبع ده يطلع منين؟ من الخلايا الدهنيه. ايوه. ده اللي يطلع لما يطلع للمخ يقول له انا شبعت. تمام. لما بتوصلي لمرحله السمنه المفرطه دي، لما بتعملي رجيم قاسي، الخلايا الدهنيه اللي في بطنك بتقل، وبالتالي كميه هرمون الشبع اللي هو هرمون الليبتين بيقل. فبعد ما بتخلصي الرجيم بتبقى تحت رحمه هرمون الجوع، فبترجعي تاكلي تاني بشراهه، ففي لخبطه هنا. بترجع تجوع اكتر كمان. تجوع اكتر، ويقول لك انا بعمل رجيم بنزل في الوزن، ارجع وبعدين ارجع بزياده. علشان كده الفكره بتاعت جات الفكره بتاعت جراحات السمنه. ايوه. زي تكميم المعده مثلا، اللي فيها بنشيل الجزء اللي بيطلع هرمون الجوع اللي هو هرمون الغرولين. بحب حضرتك ننزل الفيديو خاص التكميم. اللي هي بقى انواع العمليات. طب ننزل انواع العمليات كده. ننزل فيديو للدكتور بحيث حضرتك لو الشرح يبقى الناس فاهمه برضو الوضع ايه في الصوره. انا هنتكلم دلوقتي ايه هي الجراحات، ايه انواع الجراحات. دي مهمه جدا الناس تعرف الجراحات المعتمده دوليا. انا دايما لما بحب هم اربع انواع تقريبا يا دكتور حسب ما قريت. ما انا هقول لحضرتك.
دايما انا في كل اللقاءات حتى في المؤتمرات ما بحبش اتكلم على اراء شخصيه يعني. ده حضرتك الفيديو ده جناحات المناظير اهو شايفه داخلين بالفورتس او بالالات دي اي عمليه فيهم دي هنشوف دلوقتي هنبتدي ده كده الاكل نازل اهو من المعده من المريء للمعده وادي الامعاء الدقيق هنشوف بقى هو هنعمل هنا ده تكميم ولا تحويل مسار وهنقول تمام. يعني ايه تمام تكميم المعده اللي هو القص الطولي للمعده يعني ايه القص الطولي للمعده يعني انا اهو بالظبط شال جزء منها شلت حوالي 80-85% من حجم المعده تمام بما فيها الجزء اللي فوق ده اللي بيطلع هرمون الجوع هرمون الجرولين تمام وبالتالي المعده بدل ما كانت كبيره كده شايف بقت عامله زي ايه زي الانبوبه زي الكم من هنا جاء كلمه تكميم المعده ايوه تمام بقت زي الكم لا بتاع الهرمون حضرتك قلت كلمه هرمون الجوع اتشال مع الجزء يعني انا فعلا مش هجوع لا هتجوعي بنسبه بسيطه بسيطه تمام هو هو معظم يعني 75% من الهرمون الجوع بيطلع من قبه المعده اللي بتتشال اللي اتشالت ايوه تمام فالجوع هيقل تمام شوفي بقى دي الفكره بتاعتك اسمها ايه تكميم تكميم جاي منين يعني من الكم شكل الكم شكل بدل ما كانت قد كده بقت زي الانبوبه شغلت شويه تمام دي بيسموها ريستريكتيف اوبريشن يعني الغرض من العمليه دي ان انا اقلل حجم المعده ادي نمره واحد تمام. فتاكلي حاجه بسيطه تشبعك تشبعني الاول تمام. كنت تاكلي حاجه بسيطه لسه جعانه وزيك مقري لا الحاجه الثانيه الجزء الاكبر من هرمون الجوع اتشال فاحساسك بالجوع بيقل دي تمام. اللي اسمها تكميم المعده او لابروسكوبيك سليف اوبريشن تمام دي اكتر جراحات السمنه يعني 50% من جراحات السمنه على مستوى العالم بتبقى هي تكميم معده يعني دي اكتر نوع حضرتك بتفضله او هو ده يعني هي اكتر نوع بيتعمل تمام اكتر نوع بيتعمل النوع الثاني من العمليات اللي هي عمليات تحويل المسار تمام يعني ايه تحويل المسار برضو هم لما جم يدرسوا في فيسيولوجيا الجسم فلقوا ان اول 2 متر من الامعاء انت عارفه بتاكلي الاكل الناس يعني بسرعه كده من البلعوم هنا بينزل في المريء تمام. ينزل على المعده المعده تطحنه من المعده ينزل على الاثنى عشر ثم الامعاء الدقيقه ثم الامعاء الغليظه اللي هي القولون لقوا ان امتصاص الدهون والسكريات اللي هي بتتخن 75% من امتصاصه بيحصل في اول 2 متر من الامعاء الدقيقه اول ايه أيوة أيوة. فهم فكروا قال لك طب انا مش انا هخلي الاكل اللي انت بتاكليه ده ما يعديش على الاول 2 متر دول يعدي على ال 4 متر الفاضلين وبالتالي الامتصاص بتاع الدهون والسكريات بقى قليل قوي بيقل بيقل معلش يا دكتور احنا معانا تليفون ايوه تكريم يا فندم اهلا وسهلا مساء النور الصحه والجمال معايا والله ايوه ايوه اتفضل حضرتك الدكتور معاك اتفضل سؤالك مساء الخير يا دكتور مساء النور انا بس عندي منطقه دهون جامده جدا في بطني بس ايوه فدي حلها هنا وزن حضرتك كام؟ 106 والطول؟ لا 184 185 والوزن 106 يعني عنده حوالي 25 كيلو او 26 كيلو زياده يعني لو حسبنا معدل كتله الجسم هتلاقيه يمكن في 30 او حاجه ده كده دخل بقى بس هو هنا قدامك حاجه من الاثنين يا اما انك تروح للدكتور تغذيه يعمل نظام غذائي تحاول ان هو يخس مع رياضه لو فشل يبقى في الحاله دي هيحتاج جراحه من جراحات السمنه يعني هو دخل كده في مرحله السمنه المفرطه بدايتها ممكن السيطره عليها بالنظام الغذائي وممكن لا بالنظام الغذائي لو ما نفعش وفشل ولقى نفسه بيزيد في الحاله دي موضوع الدهون ده يعني يكون حد عنده دهون عاليه ده مهم جدا السؤال ده لانه في ناس بتفتكر انه يقول لك انا عندي دهون بس في البطن فاعمل شفط ايوه شفط الدهون ده عمليه تجميليه للتجميل وليس لانقاص الوزن ده بعد ما اخس بقى بعد حضرتك ما تخس ساعات تلاقي في مثلا بعض الاجسام تلاقي في جزء من الدهون طالعه حته طالعه مهما خست الحته دي فيها تجمع للدهون ده يتشفط لكن مش حد بيشفط كرش الكرش ده لا ده مهم جدا الناس تبقى عارفه كده صحيح وده تخصص جراحه التجميل وحتى جراحين تجميل الاساتذه اللي هم فاهمين لما بيروح لهم عيان وزنه عنده سمنه مفرطه ما بيقولوش اشفط لك بيقول لك روح الاول اعمل جراحه سمنه وبعد ما تخس نتعامل مع التراكمات صحيح صحيح نرجع تاني عمليه من العمليات اللي هي انا حابه ان الفيديو ينزل برضه حضرتك تشرح لي انا احب اوصل للناس الصوره يعني مظبوطه يعني احنا فهمني بالراحه يعني الفكره بتاعه تحويل المسار تمام ان احنا بنعمل حاجتين ممكن فيديو تاني تمام ده تمام هو ده اول حاجه ده كده تحويل المسار ده تحويل المسار تمام دي العمليه الثانيه الاولانيه كانت التكميم الاولانيه كانت التكميم اللي هو القص واحده واحده كده تمام التكميم ده تحويل المسار اول خطوه في العمليه دي تمام ان انا هفصل جيب من المعده صغير
بالدبابيس والدباسات بالمنظار هفصل جزء من المعده صغير، مش هشيله، هيبقى موجود بس هفصله، هتبقى دي معدتك الجديده زي ما اكون ضيقتها كده بالظبط كده. هنفصل جيب من المعده، هتبقى معدتك الجديده اللي هي المعده الصغيره دي. تمام كويس. سامع هيبند ده بنخش هنا اهو بالادوات بتاعتنا. شوفي فصلنا الجزء ده كل من ده بالمنظار يا دكتور. بالمنظار دي حاجه بتطمن الموضوع، غير زمان كان جرح كبير وشغلانه. لا لا دلوقتي بالمنظار وبيخرج تاني يوم. حلو جدا. هنا ادي فصلنا اهو جيب من المعده، بدأ المعده الايه الجديده. تمام. وفوتنا شايفه اول 2 متر من الامعاء ووصلنا ايه بالجبده، فالاكل هينزل على هيلاقي الجبده يبقى معاك. اولا معدتك صغرت، دي جزء فيها ايه شفتي من المعده الجديده المفصول، اي صغيره، وحتى شويه الاكل اللي هتاكليهم هيشبعوني ومش هيعدوا على اول 2 متر، فاللي بيحصل فيهم امتصاص الدهون والايه والسكريات. علشان كده دي العمليه دي هايله جدا، وخصوصا في مرض السكر. للعلاج والسيطره على مرض السكر. ما هو ده السؤال اللي كنت لسه هساله لحضرتك. بيقولوا مرضى السكر لازم يعملوا تحويل مسار. او اللغويين ياكلوا سكريات يعملوا تحويل مسار، عشان النقطه اللي حضرتك قلتها. سؤال مهم جدا. هل ده صح؟ بنتساله كتير جدا. تمام. بصي في ابحاث اتعملت على القصص دي مهوله على مستوى العالم جدا. تمام. كل التكميم والتحويل بيسيطروا على مرض السكر، لقوا ان التكميم كمان التكميم يعني لا لا مش اكتر بس بيسيطر على مرض السكر. ليه بيسيطر على مرض السكر؟ لاني مش هاكل. لا وغير كده كمان لقوا المعده لما بتصغر وبتبقى عامله زي الانبوبه كده، عارفه زي الزحليقه، فالاكل بيتزحلق منها وينزل بسرعه على الامعاء. لقوا انه بيطلع من الامعاء هرمون اسمه جي ال بي، ده بيساعد على عمل الانسولين، فتكميم المعده بيسيطر على السكر عن طريق انه بيقلل كميه الاكل وبالتالي الوزن بينزل. والحاجه الثانيه في هرمونات بتطلع بتساعد على الايه عمل الانسولين انه يحرق السكر. تحويل المسار طبعا هايل في السيطره على ايه مرض السكر، لانه اول 2 متر اللي هو بيحصل فيهم امتصاص السكريات ما بيحصلش. طب امال نعمل ايه؟ نعمل دي ولا دي؟ بصي بقى في الموضوع ده في العالم كله هو في مدارس، يعني انا رحت الصين مثلا عند بروفيسور يونغ. تمام. الراجل ده بيعمل لمرضى السكر تكميم، ما بيعملهمش تحويل مسار. وفي سنترز تاني في امريكا لا تعمل تحويل مسار، لكن اتفق او زي ما تقولي في حاجه اسمها جايد لاينز. جايد لاينز يعني هي مش اجبار لكن رؤيه عامه. يعني مين اللي عمله تحويل المسار؟ لو هو سويت ايتر، قال لك لو هو عنده هلع بالسكريات، هلع بالسكريات يعني ما يقدرش يستغنى عن السكريات. صحيح. بياكل كل يوم نص تورته ما يقدرش، يبقى ده اسمه يسموه ايه؟ سويت ايتر. تمام. نمرة 2 قال لك لو عنده سكر غير مسيطر عليه. يعني ايه سكر غير مسيطر عليه؟ يعني نسبة السكر 500 ل 600، وبياخد حقن انسولين ومفيش فايدة. والسكر ابتدى يأثر على عينيه وعلى الكلى وعلى رجله وعلى وعلى وعلى، قال لك ده نعمل له ايه؟ تحويل مسار. تحويل مسار. تمام. او ممكن اعمل تحويل مسار لعلاج السكر في المرضى اللي عندهم اوفر ويت، اللي هم ما هواش لسه دخل في سمنه مرفوته بس وزنه زايد شويه، عشان وعنده سكر عالي ممكن اعمل له ايه؟ تحويل مسار. دي بيسموها جايد لاينز، او يعني زي ما تقول كده لما يجي لك عيان تقول له والله اتفق في العالم كله انت لو عندك سكر بسيط وتاخد اقراص ومفيش مشكله والسكر ده نتيجه الوزن زايد يبقى التكميم كويس. تمام. لو انت حضرتك سكر عالي قوي وتعبك قوي وقصه كده يعني حضرتك بتخيره ولا هو بشرح له الاول وبقول له رايي. وهو من حقه يختار لانه في اصل بصي جراحات السمنه ما فيهاش ابيض واسود. ايوه. هي عباره عن طيف من الجراي وكلها اراء وكلها كويسه، فانا بشرح له بقول والله انا افضل لك تعمل تكميم، لكن في ممكن عيان يجي يقول لي لا يا دكتور لو سمحت انا عايز اعمل تحويل مسار، انا في ناس عملوا تحويل مسار واستريحوا والسكر هو ميال لكده. وده صح، هو ما فيهوش غلط. تمام. علميا ما فيهوش غلط في الحاله دي يعمل تحويل مسار. تمام. هو انا كده برضو فهمت من كلام حضرتك برضو نقطه مهمه جدا. ان مثلا ما بقاش بقى العمليات دي للتجميل. لا دي مش تجميل، ده مرض غير مرض كمان. يعني انا مثلا مريضه سكر ممكن اروح اعمل تحويل مسار اتخلص من السكر. طبعا مهما كانت مضاعفات العمليه مش هتبقى بنفس اضرار مضاعفات السكر اللي هعيش بيه. يعني ومضاعفات السمنه، ده مضاعفات السمنه في حوالي 50 مرض، السكر والضغط والكوليسترول والظهر والركب. في ناس بتوصل لمرحله انها ما بتقدرش تمشي من كتر من السمن الضغطه على ركبها، ولا قدر الله العقم عند السيدات ده مرتبط جدا بموضوع السمنه فعلا تاخر الانجاب والكلام ده.
في فعلا دكاتره نسا دايما يقولوا خسوا الاول وتعالوا لو في تاخير في عندهم عقل يقول لك روح روح خس وتعالى. يعني السمنه دي بتاثر في كل حاجه طبعا في كل حاجه طبعا. وانا بقى انت حاج جبتي فرصه ليكي مضاعفات فبرضه انا عايز الناس تعرف ايه هي مضاعفات جراحات السمنه. يمكن بيساعدني بيروحوا كتير لدكاتره ما بيقولوا لهمش بس هو من حقه. وانا اظن دلوقتي بعد الانترنت وبعد يعني منصات الناس كلها بقت الناس بقى بيجوا لي بيبقوا عارفين والدبابيس والدباسات ايه يعني حافظين حافظين وبتاخد غرز فوق التدبيس. هي العمليات بقت منتشره جدا يعني طبعا حتى انا مش عارفه ايه سر انتشارها. انتشارها لانها بقت امنه على الاول. ايوه بالظبط. سمعت كمان ان موضوع التخدير وحضرتك طبعا اتكلمنا نقطتين حضرتك بتقولي نقط مهمه جدا. تمام. اولا بعد تطور في جراحات المناظير ما بقاش في فتح دلوقتي هم اربع خمس فتحات وعادي بيمشي تاني يوم فما بقاش فيها مشكله خالص. تمام. الحاجه الثانيه الدباسات الحديثه اللي موجوده والدبابيس الشركات الامريكاني يعني اللي هم لازم برضو الناس تبقى عارفه الدبابيس المعتمده الدوليين اللي هم كوفيديان واشنون او كوفيديان وجونسون دول الدبابيس اكتر نوع مشهور. ايوه سيف. ايوه امان. التخدير النهارده بقى عندنا اساتذه التخدير فيري ويل تريند مدربين جدا على تخدير حالات السمنه المفرطه ومضاعفاتها سواء سكر ضغط قلب بقى ده بالنسبه لهم عادي جدا. يعني في دكاتره تخدير متخصصه لمرضى القلب لمرضى السمنه بقى خلاص بقى يعني اي مرض خاص بالسمنه متعلق طبعا بالسمنة. خلاص بقى اتعودوا يعني لو جه لحضرتك مريض عنده القلب مش هتقول له مش هعمل لك العمليه بالعكس ده هو لا ده هو لازم يعمل ده هو لازم يعمل. لا اوقات بيخافوا من التخدير كنا زمان بنخاف من ده زمان. لا دلوقتي التخدير الحقيقه فيه عشان كده انتشرت عمليات في العالم كله لانه لقوا ان مضاعفات السمنه اخطر 100 مره من مضاعفات الجراحات بتاعتها. ايه بقى المضاعفات عشان الناس تبقى يعني تاخد بالها منها. تمام. يمكن نمره واحد الناس كلها بتخاف منها حاجه اسمها التسريب اللي هو بيسموه ليكج تسريب. يقول لك انا خايف يا عم يجي لي تسريب. ايه التسريب ده بقى؟ التسريب ده باختصار شديد جدا انت بتقطعي المعده وبتدبسيها. وبتدبسي ما هي دباسه حاجه كده زي السلاح كده بيقطع ويدبس بيقص ويدبس. تمام. ساعات يحصل فتحه في المعده مكان ما بين دبوسين فده فتيجي تشربي تلاقي الميه او الاكل طلع بره المعده للغشاء البريتوني اسمه تسريب. الاكل سرب بره المعده. طبعا دي مضاعفه سخيفه جدا طبعا نسبتها زي ما قلنا 1-2%. وفي طرق جديده دلوقتي في دباسات حديثه وفي تكنيكس في العمليه نفسها خلت نسبه التسريب دي يعني تقريبا ما فيش مش موجوده. تمام. لكن لو حصلت يعني لو حصلت هنا بقى يجي دور اللي احنا بنقول عليه الدكتور او الجراح المتخصص في جراحات السمنه اللي هو بيعرف يتعامل مع المضاعفات. يعني ايه يتعامل مع المضاعفات؟ اولا يشخصها بدري يلحقها يشخصها الاول بدري. طب يشخصها بدري ازاي؟ ايه الاعراض اللي تخلي الواحد يشك بعد العمليه ان عنده تسريب؟ نمره واحد حراره تلاقي حرارته ارتفعت. نمره اتنين الام شديده في البطن. طب ظرف قد ايه بعد العمليه يا دكتور تقريبا؟ ده ممكن يجي من تاني يوم وممكن اب تو شهر بنخاف بيبقى يعني قد يحدث بسموه ليت ليكج او تسريب بس ده قليل قوي. يبقى شخصه ازاي؟ اول حاجه حراره. اتنين الام في البطن. تلاته النبض بتاعه يبقى سريع جدا بيسموه تاكي كارديو ودي حاجه من الاعراض المهمه جدا. لو حاجه من دول او التلات حاجات دول موجودين هنا نشك ان الراجل ده عنده ايه؟ تسريب. طب نعمل له ايه؟ يعني نسيبه يعني؟ لا ما لو سبته تبقى انت مهم اللي بقى انت او يبقى انت اولا دكتور مش كويس قالك ما شخصتوش بدري. ولو شخصته تعمل له ايه؟ لازم تاخده اوضه العمليات تاني وبنخش بالمنظار تاني ننظف الجزء السوائل اللي حصل فيه تسريب ده. وبعدين بيتحط حاجه اسمها دعامه. دعامه دي انبوبه كده بيجي دكتور مناظير. دكتور المناظير ده يروح مدخل انبوبه كده العيان ياكل ويشرب منها لحد لما الايه الخرم ده يقفل عشان الاكل ما يعديش على الايه على الخرم ده. ده هو التسريب. تمام. حضرتك احنا الوقت جري معاك بسرعه بصراحه. انا كنت محضره اسئله كتير جدا بس ان شاء الله في حلقات ثانيه. حضرتك نورتنا جدا. اهلا وسهلا بيك. كان معانا الدكتور شريف استاذ الدكتور شريف حتحوت استاذ جراحات المناظير والسمنه المفرطه بكليه الطب القصر العيني وعضو الجمعيه الامريكيه للسمنه والسكر والجمعيه الاوروبيه لجراحات المناظير. شكرا ليكم ولحسن استماعكم. كنت معكم ايناس كامل والى اللقاء. شكرا.